استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام الذي قدم إلى سموه فريق عمل البرنامج التلفزيوني كفو، والذي أطلقته وزارة الإعلام وشركة STC البحرين الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، وبالتعاون مع الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا خلال شهر رمضان المبارك. يعني ليلتنا طبعا يوصل لكم تحيات ومحبة وتقدير واحترام سيدي جلالة الملك الله يطول عمره. تابعكم عن قرب وتأثر الحقيقة بعملكم المخلص تجاه المجتمع. يعني في ناس ساعات يسألون أسئلة ساعات تكون بسيطة مو بفاهمين المعنى، لكن أنا ترجمها لشيء ثاني. يعني العمل التطوعي هذا يعتبر عملكم من أكبر أعمال الشرف والإقدام والتطوع في نفس الوقت. يقولون ما له يعني ما له سعر، ليش العمل التطوعي؟ هل نحن المتطوعين ما نسوى؟ لكن الجواب اللي الحقيقة ما حد قاله إن المتطوع ما يقارن بثمن أساسا. اللي ضحى بوقته وضحى بقدراته وصرف من جيبه وطلع للأمام وساعد البلد، هذا ما يقارن بثمن. هذه فعلا الترجمة للعمل التطوعي وخدمة المجتمع. يعني الحقيقة اليوم إذا فينا أحد قد عاش وفينا اللي اختارهم الله، الله يرحمهم، السؤال يبقى واحد، السؤال هذا الشخص ايش خلى وراه من ذكر ومن سيرة ومن علم يكون مخلد. فما في شك أن الواحد راحته النفسية هي الخدمة في هذا المجال، ما في شك. وأكبر شرف للواحد أنه يحصل هالرضا اللي بينه وبين نفسه، لأنه ترى بعد الرضا يعني مرات تكون غاية لا تدرك. فصعب الواحد يرضى، وأنا خدمت في مجالات كثيرة وما لقيت الرضا إلا في عمل الخير، ولا الراحة إلا في عمل الخير. ودائما ما أكتشف أن كل ما زاد عمل الخير زاد عندي الشغف أني أكرس حياتي وجهدي وطاقتي في عمل الخير. لأن أنتوا تشوفون الفرحة، يعني أنت اليوم لا تركت وراك ذكر، لو فرحت شخص واحد، بس شخص واحد، ورسمت بسمة في وجه شخص واحد، ما لها ثمن هذا. غير الشخص العبوس الدثر اللي يجيب قرادة الحظ، هذا يعني البلد والمجتمع ما يبغيه. فصدقوني البلد اللي ما فيه مثلكم ما ينعاش فيه أبداً. البلد وحب الوطن وحب ناسه البعضهم البعض هو البلد، مثل البيت. يعني اللي يدخل بيت والعائلة قلبها على بعضها يكون بيت مريح، وبالعكس الواحد وده أنه يترك ربعه ويترك هواياته ويترك الأمور ويروح إلى بيت فيه راحة للنفس. فإحنا نشوفها كمستوى بلد على هذا المستوى الكبير. تابعنا الحقيقة برنامجكم، وانتو حقيقة على يعني على هذا الاسم كفاءة عالية، وانتو كفو خدمتوا داخل البلد، و يعني وخارج البلد. يعني
إذا أنا قصيت قصة وقلت إلى واحد تبرع بكبدة إلى شخص مجهول في دولة بعيدة لا يعرفها ولا يدريها ما غير سمع ودرى أنه هو شاب وبصحة طيبة وتبرع لعضو من أعضائه لها، شو العمل البطولي هذا؟ يعني أشكرك أنا الحقيقة السيد حسن على هذا العمل. وبعدين العمل المجتمعي اللي في الداخل، خدمة بعضنا البعض، فيها دروس كبيرة. ولا تظنون مردودها يعني بالواحد اللي يظنه، مردودها أكبر من الواحد يظن، سواء عليك شخصيا ولراحتك النفسية ولأثرها للي حواليك. يعني هذا المجال أتمنى أن أنتم تكونوا المثال لغيركم، حتى أن يصبح هذا المجتمع يتسابقون على العلم الطيب، وما يبقى بيننا محتاج، وما يبقى بيننا مظلوم، ولا يبقى بيننا أحد ما مدت له يد العون. احنا نسعى لكن اش بنبد وش بنخلي، إلا أن الواحد الطيب اللي وصل الصوت إلى أصحاب الاختصاص، إلا أن الشخص الطيب اللي يفزع ويقول حاضر ويتكفل بالموضوع ويوصل صوتها المحتاج للبلد. لأني أكد لكم أن قيادتنا ما تدخر طاقة ولا جزء من المال في مصلحة المواطن. أنتوا لو ترجعون إلى الأرقام تكتشفون أن فعلاً قيادتنا فكرها وهمها متمحور بشكل واضح تجاه الناس. هذه أكد لكم إياها من شخص لي الشرف أني ألتقي بجلالة الملك وأسمع همه وأشوفه في عينه بشكل يومي، ولا هو بيقول ان احنا وصلنا الى غايتنا اللي احنا نشوفها، دائما يكرر الايام الجميله ما عشناها بعد، لكنها ان شاء الله في الافق القريب اللي امامنا. والايام الجميله ترى ما تختصر بالماده فقط، الايام الجميله هي اللحمه، هي الروح، هي التقدم، هي رضاء النفس والعيش الكريم. أكبر مثال الجائحة اللي احنا مرينا فيها، الله يبعدكم إن شاء الله عنها. أكبر مثال إن احنا نشوف اليوم دولتنا باعت كل شيء وشرت صحة ناسها. في دول غيرنا متقدمة ساومت على حياة الناس، ساومت من هو يعيش ومن هو يموت، وفي دول أصبح عندها نواقص، في دول تخبطت في سياساتها، في دول عرضت حياة ناسها لأجل المادة، لأجل الانفتاح، لأجل الاقتصاد، لأجل الأمن وإلى آخره، أو لأجل تجارب. لكن في بلادكم ولله الحمد والتوفيق طبعا من الله، لكن بلد فيها ناس مثلكم ما في شك أن التوافيق يكون دائما من نصيبه. فتعرفون انتوا لو بتخلوني اتكلم بنتسحر سوى الليله. الله يطول عماركم. ولكن الحقيقه والحق ينقال، انا كلي فخر واعتزاز والله بدون اي مجامله، لو بغيتوها بتصوير ولا بدون تصوير ما همني هذا، انا همني اشوفكم عين بعين واشكركم على حسن تصرفكم وخدمتكم لهذا المجتمع. لأن نبغي نوصل هذا الصوت، نبغي نوصل هذه الصورة للعالم.
فاللي ينقال في البلد يوصل البحرين ويشوف لحمة تناسب بعضهم البعض. وهذا البرنامج أشكر حقيقة كل من دعم لها البرنامج. هذه نبذة بسيطة ترى. والبحرين أبشركم وبخير وبناسها وبعيالها إن شاء الله وبمستقبلها. لكن هذا المجال تعرفون يعني المكان الحساس بالنسبة لي، اللي فعلا يعني أفتخر فيه وأتمعن فيه. ودائما ما أقول حق جلالة الملك الله طول عمره، لو بتجردني من كل شيء في هالدنيا إلا عمل الخير، هذا يعني بالنسبة لي هو الشيء الوحيد اللي أقدر أتمسك به إلى يوم الدين. فبالعكس اسمحوا لي طولت عليكم، لكن هذا الشكر وهذا التقدير اللي لكم هذا أقل ما تستحقونه. بالعكس هذا تكريم لنا جيتكم في مكانكم، وأنا اللي أتشرف بشوفكم. وأي شيء من صوبنا تجاهكم هذه أنا أقول لكم ياها مقصرين، لأن أنتوا حقكم فوق الرأس. وتحيات وتقدير جلالة الملك لكم الله يطول أعماركم، يعني هذه بحد ذات هذه كم تسوى. واللي الله كلفني اليوم أقوم بمهام أمثل جلالة الملك أمامكم، هذه أنا فقط أرسل لكم رسالته. وما تتوصون أنتوا ما تتوصون، لأن يوم قمتوا بهالعمل ما كنتوا تدرون في برنامج وغيره ولقاء وتكريم، ولكنكم تدرسون الغير وتواصلون إن شاء الله في هذا الجهد. وإن شاء الله في هالليالي المبروكة ذي تلقون إن شاء الله رضاكم، وتلقون إن شاء الله تستحقونه. وأهم شيء أنت كاتفنا، مثل ما قلت لكم أحلف لكم أن ما يبقى مضيون في هالبلد. وهذه فضل طبعا توافيق الله وجهد قيادتنا تجاه ناسهم في البلد. أما الباقي أبشركم تفاصيل بسيطة، احنا عدينا الأمور الرئيسية والكبيرة. هناك بلدان منشقة، هناك بلدان فيها مشاكل ما تحل. احنا الحمد لله الله وهبنا حجم هالبلد اللي نقدر احنا ندير بشكل ممتاز. وما في واحد مبدع في البحرين وما في واحد مجتهد في البحرين إلا وصل علمه وصل صيته واسمه عند القيادة. صوتكم مسموع، وانتوا أصبحتوا من هذا الفريق اللي يعني أنا أوصل لكم الحين أمانة، إن لو منكم بس اثنين في البحرين، بس اثنين طلعوا لنا واحد مثلكم بس، هذه مهمتكم اليوم. وبنكون إن شاء الله بخير. الله يقويكم. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بهذه المناسبة: يعتبر البرنامج التلفزيوني كفو أحد البرامج الرائدة التي عرضت على شاشة تلفزيون البحرين، باعتباره كان يمثل جانبا وطنيا في تعزيز اللحمة الوطنية والانتماء للمملكة، بالإضافة إلى كونه يسلط الضوء على نماذج وطنية مشرفة كان لها الأثر الإيجابي في تغيير مسار حياة العديد من أفراد شعب البحرين. وبالفعل تستحق تلك الشخصيات أن تكون أنموذجا يحتذى به في العمل الوطني الاجتماعي الإنساني. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد: تكمن أهمية برنامج كفو في اختياره لمنحنى جديد في العمل التلفزيوني من خلال توثيق سيرة الشخصيات الوطنية وإبراز دور هذه الشخصيات وما قامت به من عمل بطولي يسجل في تاريخ البحرين، ونقل سيرة تلك الشخصيات إلى الأجيال القادمة للاقتداء بها نحو العمل من أجل خدمة مملكة البحرين وشعبها الكريم. وأكد سموه لأن العمل المتقن وتكاتف الأيدي ساهم في نجاح البرنامج وإظهاره بالصورة المتميزة. وقال سموه: إن التعاون المثالي بين وزارة الإعلام وشركة STC البحرين ووزارة الداخلية والخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا وعملهم بروح الفريق الواحد ساهم في نجاح البرنامج ووصوله إلى الأهداف التي وجد من أجلها. ونأمل أن يستمر هذا التعاون في المستقبل لما له من آثار إيجابية على الرسالة الإعلامية في مملكة البحرين وإبراز الشخصيات الوطنية التي لها تأثير واضح على المجتمع.
من جانبه أعرب سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام باسمه ونيابة عن أعضاء فريق عمل كفو عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على اهتمامه ودعمه للبرنامج الذي كان يمثل فرصة مثالية لإبراز الشخصيات الوطنية التي تحمل تجارب ناجحة ومؤثرة في العمل الوطني، مشيرا إلى أن البرنامج حمل أهدافا رائدة في تعزيز اللحمة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية وتسليط الضوء على المنجزين من أبناء البحرين والذين كانت لهم مواقف وطنية واجتماعية وإنسانية بارزة. وتابع وزير الإعلام: لقد تمكن فريق عمل كفو من تقديم رسالة إعلامية متميزة ساهمت في اجتذاب الجماهير وأعطت البرنامج انتشارا واسعا بين أطياف المجتمع البحريني، وفريق العمل سيسعى في المستقبل إلى تقديم المزيد من البرامج ذات الطابع الإعلامي والرسالة المتميزة للمجتمع البحريني.